ثمرة أخرى من ثمار النهضة العلمية تحصدها كلية العلوم التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة. أبارك لأبنائي الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية، وإن شاء الله يكون يسخروا كل مواردهم وإمكانياتهم في رفعة ونماء هذا الوطن المعطاء. المشاعر في هذا اليوم يعني لا توصف، يعني هذا اليوم الاستثنائي، خاصة أن نرجع إلى حفلات تخرج بعد التوقف اللي في فترة كورونا. فالحمد لله اليوم يعني تخرجنا حضوريا بين أهلنا وأصحابنا ودكاترتنا أيضا، والحمد لله رب العالمين على هذا العودة. نحمد الله على كل شيء في البداية بأن تخرجنا الحمد لله، وإحنا الحين في شعور لا يوصف بصراحة من الفرح والحمد لله رب العالمين. حيث شهد مسرح الجامعة الاحتفاء بتخريج هذه الدفعة من طلبة وطالبات كلية العلوم التطبيقية بصلالة، وقد اشتمل الحفل على إلقاء كلمة عميد الكلية وكلمة للخريجين وتسليم الشهادات في تخصصات إدارة الأعمال والاتصال الجماهيري وتقنية المعلومات. شعور جدا جميل بعد طول عناء نشارك زملائنا والخريجين بهذه اللحظة، ونشارك أهلنا ويكونوا موجودين ونشوف هذه اللحظة الطيبة. دفعة أخرى من الخريجين والخريجات من كلية العلوم التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار.